هيتغير في حتة الرياضة النسائية، وفي حتة ان المشروع بتاعنا ده كان موجه للناس الأسر المصرية، وفي نفس الوقت كان موجه برضو للعاملين في وسائل الإعلام، ان لما يكون في بطولات سواء نسائية او غيرها، في رياضات ما بيجابش عنها حاجة في الميديا، في لاعبات كتير جدا سيدات، بالعكس ده انا اسفه يعني بيطلعوا الايمج او الصوره الذهنيه اللي اتاخدت عنهم في الافلام وفي المسلسلات ان البنت اللي بتلعب رياضه دي بنت مسترجله، وان هي بتبتدي ترجع لانوثتها وحياتها الجميله لما تسيب الرياضه وتبقى بنت عاديه جدا. فعلى فكره عادي كل البنات اللي بيلعبوا رياضه بيلبسوا فساتين، بالعكس ده هم يعني من اجمل البنات اللي احنا شفناهم وعندهم ثقه بنفسهم وشخصيه رهيبه، يعني يعرفوا يعني يمشوا حياتهم بالطريقه اللي هم عايزينها وبطريقه مظبوطه. يبقى تغيير الصورة النمطية عن فئات المجتمع كلها، فتلاقي في صورة نمطية عن المرأة، صورة نمطية عن المصرية، صورة نمطية عن الرجل المصري، صورة نمطية عن أصحاب القدرات الخاصة، كل واحد فينا محبوس في إطار مجتمعي. وهي في حتة خطيرة جدا، يعني في الأفلام الكوميدية أنا أحيانا ببقى عايزة أجيب شخصية دمها خفيف، فلما بحط شخصيه معينه الناس اوريدي ما بتعرفش مثلا كتير عن البنت اللي بتلعب رياضه، فيوم ما اعمل فيلم كوميدي اجيب البنت اللي بتلعب رياضه دي مسترجله، هي هتثبت في ذهن الناس ان هم بعد كده لو سمعوا في بنت بتلعب رياضه الفلانيه دي تلاقيها مسترجله، انا ما ينفعش ان انا. بس انا لاحظت ان البنات دلوقتي عندهم نضج، والمجتمع كله بيتجه لنضج افضل بالزبط. وبلاقي بنات كتير جدا بتمارس رياضات، بنحاول بقى نساهم في ده يعني، لان الصوره الذهنيه برده عن البنت مع النضج المجتمعي أيوة. بدأت تتطور شوية بالظبط، يعني من فعلا من ساعة ما احنا عملنا المشروع لحد دلوقتي في الفترة الأخيرة البطولات الأولمبية لما بتتنقل كلها، لا في ناس فخورة بالبنات دي، بالعكس ما بتقولش عليهم ان هم غلطانين او ان هم فاضيين مش لاقين حاجة يعملوها فبيتجهوا للرياضة، بالعكس دي حاجة مهمة، حتى لو انت كبنت مش بتمارسي رياضة كبيرة وداخلة بطولات دولية او بطولات حتى محلية، انت ممكن تمارسي الرياضة بشكل عام في المحيط بتاعك، يعني